حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد تجار أصحاب مكاتب العقارات أن المنازل في المنطقة الخضراء وسط بغداد هي الأغلى في المدينة لأسباب تتعلق بالوضع الخاص لأحياء المنطقة ومجمعاتها السكنية. وأضاف التجار أن عروض البيع والإيجار متوفرة بكثرة ويقابلها طلب مرتفع على الشراء أو الإيجار على حد سواء. ففي مجمع القادسية السكني يكون معدل أسعار الشقق 350 مليون دينار، بينما يتراوح بدل الإيجار في الشقق بين 1200 و 2000 دولار أمريكي. حذر اقتصاديون من انخفاض جديد ومستمر في قيمة الدينار أمام الدولار بعد قرار الكونغرس الأمريكي بتجميد مليارات إيران. وتوقع الخبراء أن تتحول العقوبات المالية الأمريكية على إيران إلى ارتفاع في الطلب الإيراني لسحب المزيد من الدولار النقدي من الأسواق العراقية، مؤكدين أن ذلك سيكون تطورا سلبيا سيعيد البنك المركزي وحكومة بغداد إلى المربع الأول. قال النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر إن ملف رواتب الموظفين هو الأكثر تأثراً بالأزمة المالية القائمة بين حكومتي بغداد وأربيل، مبيناً أن هناك تخوفاً على الرواتب المتبقية من السنة الحالية. وأضاف النائب سوران أنه إذا لم يتم حل مشكلة نفط كردستان العراق لن يتم حل مشكلة الرواتب، مشيراً إلى ضرورة حسم موضوع الحصة من الموازنة العامة، وأن حل مشكلة الرواتب يكمن في تعديل قانون الموازنة للعام 2024، ويجب أن تؤخذ النفقات الفعلية للرواتب من الموازنة العامة. كشف خبراء اقتصاديون عن وجود أكثر من 6 ملايين شخص عاطل عن العمل في عموم العراق. وأكد الخبراء أن عدد العمال الأجانب في العراق يفوق 1 مليون عامل، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية تدخل إلى البلاد دون علم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية. وشدد الخبراء على أن إيجاد حلول لملف العاطلين عن العمل في العراق سيكون أمرا بعيد المنال خلال الفترة المقبلة لعدم وجود رؤية واضحة لدى السلطات الحكومية لتوفير فرص عمل لاستيعاب شريحة واسعة من الشباب العراقي. هبط إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك من النفط الشهر الماضي نتيجة تخفيضات متواضعة في إيران والعراق ونيجيريا. وتراجع إنتاج أوبك 140 ألف برميل يوميا ليصل إلى ما يفوق بقليل 28 مليون برميل يوميا بحسب استطلاع لموقع بلومبرغ، حيث شهدت نيجيريا والعراق أكبر تخفيضات بعد تقليص كل منهما الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يوميا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.